إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عصر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك حاشدة صدح بقولي اللحية كنتم ملاحظة نحوية وملعسي هي تلعو لغو سميني حقا نحوة إن يراو كوبان علامات النصب علامتها كرنوغة في الأسماء أو أسماء ده مركب لكرن بي علامته ده والأفعالي يا فعاش مركب لكرن بي علامتها لغو قرطو كلمة ده كرنبان الفتحة أيا كم ده علامتها مركا المفرد بيقى شا اسمي مفرد كا أشياء قرط الماما سعيدا أوكال أوقف مقعية جمع التكسير نويقى شا جمع تتبي سيدا طلابا أرضي أوكال إيا الفعل المضارع فعل كمضارع سيدا لن يذهب متقي دونه الكسرة كسرة أو هوستوغا أي علامة كردون نقطة إيدا لفتيدو مركا قار وجمع المعنى السالم جمع أما وضرت تلمانتا دمر أما الشيء لديك واحد لديك أو جمع أما وضر بدنا طالبات باكمدة هبل أرضي أه الياء يادونا واكمد أو يدونا واحد شاء المثنى اسمك لبضا أه ألواء شيكو تسا أيها شاء واحد كمدة خيمتين لبطان دو يا أبي كوهوس دبانتا هو مثنى جمع المذكر السالم نوايك شاء جمع مذكر السالم واحد كمدة وجمع لب أو تربضنا مسلين قار تكنية يا أبي كوكور ربانتا هاي ألالف ألفتا كمدة واحد شاء الأسباب الخمسة مقاعدة شنتا واحد كمدة أباك أبها وألف كوكور ربانتا هاي حذف النون نون كول قوية وحو كميدة علامة كرروغة أوات الشناد واشنطة علامة دوت ألف عالو خمسة فعلا شنطة أبو قراء ووحو يجلسو إنو كل ناسر كالقلية نوايا هيد لن يجلسو مفريسان دونان وكال تدريب هدبا إما كوال ليلس بيّن وحال عديسا علامة النصب ما تحته خط شايقة أما إريق حريق كوهوس قرية هاي علامة كرنويس الشايق مع ذكر السوابي waxaad ku dari doontaa oo aad sheegaysaa sababta looga dhigay calaamada nooca kama fil misal sa tusaalahan oo kale in tufaahata habada tufaaxee xamra wa mid casaana hadaba wuxuu xaray hoosdiga tufaahata wa tusaalihi wuxuu qoray calaamada kordhagu al fadhaxa tu weeyaan calaamadii uu sheegay sababtan uu sheegay wuxuu yiri laanahu ism mufrad fadhaxa waa looga dhigay waa ism sheeq u tilmaamaya sheega qura maxaa looga jeedaa حبت كليه تفاحه ويان هذا كوه دم وحوي اثنين الاطفال عرورتو يريري يحبون واحد تعليهن الحليب عانه تعليهن وعمرك هوس دي حريق الحليب عانه عانه هو مفعول به ويان دبدنا ولا كردبي علامتي سحر سوا الفتحه تبا درنيسا صوتها لانه لانه مفرد واسم مفرد بادرنيسا صدح واحد نقولها فحص الطبيب دكتورك وحو باري او شيبار كو سميي اخاك ولالكا اخاك بو يمك علامته هوس دغاي وها ويهان وها لونيا وحو كو كدبيا الالف وانا سال لانه اسم من اسماء الخمسه ومغع كميدو مغعيده شنتا كافراد وها ويهي غسلت وحان ميري الاطباق صحونتي صحنيدي بان ميري marka الاطباق بو يمك هوس دغاي حريق الاطباق وها ويهي وها لو كروانسا الفتحه marka هذا سال لانه جمع لانه جمع تكسير وجمع تفسير خمسة أخذنا وحن قادرني خيمتين لبطانرو خيمتين بحريق هوسيا لا وحضرنا سعى علامة كردوغوة ألياء وحضرنا سعى لأنه مثنى واسم اللباء ستة اشتريت اشترى محمد سيارتين محمد حسوي بسدي لبقاري سيارتين وعلامة هوسيا وحضرنا يوا منصوم بلياء يابا الأخرى لأنه مثنى واسم اللباء سبعة كان المسافرون حاضرين كويس عطده هوي تشوجين حادن وحلونا منصوب بلياء يا بالو قربي لأن جمع مذكر سالم ويان ثمانية الطالبان لبدي أرضي
la yusaafira ma safri doonaan qadan bari ma tagayaan yusaafira waxa loo neeyaa waa mansuubun bi hadf nun laana fiil min afaal khamsa waxa weeye fiil kamid afaal khamsaha oo nun baa ka go'an tisca yuhibbu almuslimuna uthman ibn affan muslimiintu waxay jecel yihiin uthman ibn affan uthman waxa lagu qorbay fatxa lagu qorbay fadhu ayaa lagu qorbay maxaa yeelay laanahu mufradun wa ism mufrada oo maalayn sarifa in faaka nadiifun ya adnanu afkaagu waa nadiif adnanu faaka waxa loo dhigaa mansuum bil alif laanahu ism min asmaa al khamsa way hadaba tacbiir waxa weeyaan hal abuur ama waa yaani urs wuxuu qofku isagu bilaabo muwajjahun oo macna iyo ujeedo gaara ku jahaysan ama ka hadlaya tadbir tadriib waahid حول أوريجي الحوار وضع شاكيسي كيالي في صفحة 343 صدح بقول يصدح يا فرطا إلى النص هذا الأبدل سرديا قبناء أو تحناء ونسؤالي جواب لهين قفك الشاكين مبتدئ على ذلك وقبل آبايا بما يري هذا القنص وصعود رجع محمد عفوا رجع أحمد أحمد وحق الصور نقضي من المستشفى دختر كيمد حيث هل كاسو كان أها في زيارة ابن صديقه wuxuu soo booqaray inanka ninkii saaxiibkeen inankiisa saalix la yiraahdo saaxiibkiisa saalix inankiisi aladii asaabahu maradu saradaan oo ku dhacay cudurka kansarku wal ciyaadu billah tadriib tani oo dabadeedna sidaa u wad layliska labaad waxa weeye ugtub waxaad qortaa mawduucan arin qor bicinwaan arinka waxa weeye aad ka waramayso cinwaankiisa iyo halku dhaga uu leeyahay waxa weeye أنواع تلوث البيئة أنواع تلوث البيئة قيبها كلدوان يوسخوغا حق بيئة أمد ديغانك هديتها حق بيئة هديتها حق هودة هديتها حق عمودة هديتها حق الصموحة قياسة غرة مستعينا هذه قوة كاسانة بالنص هذا الكي الوارد كسو أروري كقرنا في صفحة 347 حاشدة صدح بقولي تطبيع أفرتم أنواع تلوث البيئة وكا عوان كيها الكدقة أها noocyada ama qaybaha kala duwan ee wasakhowga bay'ada tadriib taalis layliska saddexaad uktub qor mawduucan arin qor bicinwaan oo uu halku dhagiisu yahay kayfa sidee baynu naxmi u ilaalinaa una badbaadinaa oo uga badbaadinaa albay'ata deegaanka aynu ku noolahay dhulkeenna mina talawuthi uga badbaadinaa wasakhowga mustaciina waxaad kaashanaysaa markaad qorayso binnafsi hadalka alwaaridi kusoo aroray ku qoran fi safxati 354 صدح بقول يا أفر يا كنتن حاشر نمبر كيدو يهي وكان عوان كهل كدقها كيف السبب نحمي أبدبادنا ونألنا لنا البيئة الديقان كي يدولك عين كنا والله وأغأل لنا من التلوث والسخو كدعة الخط إما كان روح ويا قرالك اكتب واحد قرطها بخط الرقعة واحد قرطها خط كرقعة الله إلى هذا نسخي وان صومرني ترجو النجاة ولم تصلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس ترجو واحد دوني ساتر الشينيسة النجاة إن أتبادو أودن بدقليه شو ولم تصلك مراد مرين أو ماد مرين مسالكها ميله إن بدل لو مريينة أو ماد مرين هدن بدقليه دوني سا إن السفينة مركب كي يدون تبا لا تجري كما سعوتو على اليابسي يابسي ميل انجيجن كما سعوتو وهداد اسو سارتو مركب كالولك برهيجي عمود ما دقاقيو هدبا نبدقليد هداد ودوين كيدي ميليه اللو مريي مرين دي مهري سيدبو ليه أليم لائمك هو ييرس وكتابة الهمزة سالوق رحم همزدا المتوسطة نحدة كجرتة سالوق رو ايالا قور همايا ورقادو حوية تعتمدو تعتمدو واحد كتير سنتهي وأي كحران تاي كتابة الهمزة قرال كهمزة المتوسطة لحدة كشرتة أم بلو كلمة دي آخر كمن ناهين برتمها ميل دحا كشرتة على قوة الحركة أو وضع إلى ذا حركة أي كحران تاي حركة إن كويك الحب بدين هذا بقى فالكسرة كسرة أقوى فالكسرة هو صلقو أقوى الحركات صدح هذا حركة إذا وحوق بدن تليها وحوق كحكتة حق حوقة الضمة الضمة ذا كحكتة فالفتحة فتحة ذا كسيحكتة وصدح ذا حركو يرهب نينك فإذا كانت مركة هذا بطهي الهمزة همزة مركة تهي
مكسورة هذه همزة هوس طبعاً تعي أو أمسا وقعت أي دعوة بعد كسرة حرف هوس طبعاً هذه كتب دعوة أو أم ياء ياء هذه كتب دب دعوة كتبت وح على جد القراء همزة على ياء ياء على جد القراء مهما وحكست أو كانت حركة وح على كده أي تعي هذه همزة أي هوس طبعاً تعي أما كسرة كهر رئيس أم ياء كهر رئيس كل كحركة دون طهرها طلبة دعور هذه هوس طبعاً تعي هذه بهوس طبعاً هذه أما أي كهر رئيس أما أي كهر رئيس هوس رو حركة يدا صارنا واحد دون طهر نقطة يا بلدرو صاريا ألف قيمة كوباد سؤيلة أفر سؤال ويدية سؤيلة مركب واحد أرقتا همزة ده هوس طبعاً تبين يا بلدرو قرا يا ذا يرى النبرة ذا أفرت يرى مطمئن من حاصلون مطمئن همزة ده هوس طبعاً محل قدر قرا يا مركا يا بلدرو قرا أفرت هاسم أخذ سائمة ومعه وكذالي أخذ مطمة سؤيلة مطمة إنن سائمة مرقوا حكوه الرئي أفرزو حركة كوه الرئيس واحد دون طبعا نقطة بالي أو محل وقت إذا حتى مرك يدو كسر سنتهاي هذا يضم كوه الرئيس يهدو كرنو كوه الرئيو يهدو هستو كوه الرئيو هذا يدو هستو بانتهاي حركة كوه الرئيس واحد دون طبعا نقطة وحل قرية أوني يأبال قرية باقوا غيب طلبات ومركا أي كسر كوه الرئيسو رئاتون واسنببكا مئاتون وابقل لألا سعاني أنقوني ويتنا او مارت يدونا واتي نفق أهيد إما كانوا واضح ركيسا كسرا كور ريسا حركة دو حيدون تيدها أهاتو رئا مركا ويكورد بانتاي مئا ويكورد بانتاي لألا همزد ويكورد بانتاي هادان يابا لقود القرية ويا كسرا كور ريسا جيم بيئة وديقان مليئة مدبوحدة سيئة مدحن وفرسال كان بيئة همزد وحا كور ريسي مليئة يا أبا همزة كور ريسا سيئة يا أبا كور ريسا وحمركا وي كل هدي كور ريسو يا أمبا لقو قرية فرطها يا أدابا لقو قرية أمان برا داير دال مبادئه يعني وحيا أباها ميالها وكبلها بميو إيو بري أو يعني بري بي كنغدين أموي بكسدين مقتئون ويقلدين إما كان أوفرسو محا كور ريا وحا كور ريا كسرا كور ريسا يسوي حركة وضونها له هذا مبادئه بريء مخطئون حركة سنو وذو جدل إما كان حركة هراي نقص أبحانه كسر كهر رئيسي يسوي نو كردونا همزه تأكل كهر رئيسي بيجي أبهر كهر رئيسي تنكو حقتا تكسر هراي سكسر كهر رئيسي تكسر هراي سألف كسر سألف تيسا كسر سنا مركا مركا ألف يسوي كردمان مركا marka alifka waxaan ku qortay isaga hoos dhiban mar dhamma ka horaysa mar waxa ka horeeya fatxo mar waxa ka horeeya hoosdu kun hadu isagu hoos dhabay hamzadu yaa umba lagu dulqulaya markan baadana kasra ka horeysa waa ru kor dhaban yahay yaa baa lagu dulqulaya kolka jiimkana waxa ka horeeya yaa waa ru kor dhaban yahay yaa baa lagu dulqulaya marka daalkana wuu godan yahay hamzuhu laakin kasra ka horeysa يا بلوط القرية حركة واحد وانتهى النقطة هدو يسوي كسرسين يا هاي حركة الرئيس واحد وانتهى النقطة هدو كسرسين يا هاي أما يأي كهر رئيسه أما كسر كهر رئيسه يا بلوط القرية قراءة حرة إنما كان هو آخر اسم ضح بنان اقرأ النص واحد آخر دا هذا الكن وحل تدريباتي تبعنا فرفر أو كشقة لا يصير كشرة في البيت كوريا كقصة شقة لتناقشه وساعد وغلط ضاضو مع زملائك صاحب هذا في الصف مكاد كلاس اتباعده يسكولك الحماية من التلوثي وحوية المركات تاني وإن لقد دوره ولقد بدباديه وسخوغة يعني ديقان كإن لقد إلاليه وسخوغة إن لقد إلاليه إزداد وحبطي الاهتمام دادالك اللقود داداليه في العقد الأخير حلقا دنبئ عقد واحد هذا طبعاً كيس أنا بقى عقد بالي هذا يعني طبعاً كان سنة قدم بيجي بموضوع حياة حماية البيئة بموضوع حماية البيئة أرنك قصة أبسط إلى أنت ديجانك أي آد لو جد دالة أو أنت دال بدل لو جد بحي أو لو جد برارقي ما حد ديجانك لا يلا نيرلك ديجانك ورلك لأنه كنا والله من التلوث والسخاوة بالغ إلى النية حيث مركها أما وقت أما يشاء صو تتعرض أي لكولانتو
oo ay ku dhacdo al bay'atu bay'adu waxay la kulantaa waa dhulka iyo deegaanku limaziidin wax dheeraada oo aan hore u jiri jirin oo min al-abath ciyaar dhulkii baa lagu ciyaaraya oo dadku ku ciyaarayaan alladii ciyaartaas oo adaa dhalisay ila dhuhuri mushkilatin inay soo banbaxaan ama soo baxaan oo la arko dhibaatooyin cadiidatin fara badan inay soo baxaan oo akhadat bilowday tuhadidu inay halis geliso salaamata alxayaati nabadgelyadii nolosha albashariyati bini aadanka iyo dadka noloshiisa nabadgelyadii ay haysata bay khatar ku tahay dhibaatooyinka ka dhashay in lagu ciyaaro deegaanka oo la wasakheeyo dadkii wasakheynayay ayaa dhib iyo dhibaato ku noqotay hadda waxa taa lafdatul bay'a erayga deegaan shaasicatu lafdatul bay'a erayga bay'a la yidhaahdo ama deegaan ama dhul shaaicatu istikhdaam aad baa loo adeegsadaa aad baa loogu hadlaa aad baa loogu soo celceliyaa wayartabitu wuxuu ku xidhan yahay macnaha ereygaa macnihiisu binamadi alcalaaqa nooca ama sida ay tahay xidhiirka ka dhexeeya baynahaa deegaanka iyo wabayna naasi dadka ku nool xidhiirka ka dhexeeya waa min almusallami bihi arrimaha la nabadgeliyey ee la xaqiijiyey musallami bihi hadla dhahdo waa shay aan laga doodayn oo aan muran ka taagnayn waa min almusallami bihi waxyaabaha aanu muranku ka joogin ee laysku raacsan yahay waxaa ka mid a an albay-ata deegaanku hiya iyadu waxa weeye alardu horta waa dhulka allatii dhulka naxyaa aan ku noolnahay calayhaa dhulka dushiisa dhulkan aynu ku noolnahay baa bay-a la yidhahda horta marka hore taa muran kama joogo oo wanaakulu aynu cunno min khayraatihaa khayraadkee ilaahay khayraadkii waxyaabaha wanaagsan ee nicmooyinka ee uu dhigay dhulka aynu wax ka cunno wax ka mid a khayraadkaa badan ayaa horta la yidhahda bay-a wahiya haddaba iyadu waa bay-adii albaxru waa badda alladii badda tajri ay dhex mushaaxda ay dhex socoto fiihi isaga asufunu maraakibtu wa naakulu aynu ka cunno minhu baddaa laxman dariyan hilib cusub oo aynu ka soo ugaadhsanno noocyada kala duwan ee kalluunka ee ku nool wahiya iyadu waa bay-adii waxa bay-adda ah almaau biyaha alcadbu ee macaan alcadbu macaan alladii biyahaasu nashrabuhu aynu cabno wahiya waxa weeye iyadu waa deegaankii alhawaau hawada alladii hawada natanafasu aynu ku neefsanno ayaa deegaan la yidhaa waxaan o dhan baa wada deegaana wahiya iyadu waa deegaanku waa ashamsu cadceedda allatii cadceedda tamuduna ina siisa bidiyaa iftiinka iyo waa bidaaqati tamarta iyo enerjiga aynu taynu ka helo weeye wahiya haddaba iyadu waa deegaankii waa majmuucatu nabaataat waxa weeye iyada oo laysku daro dhirta ku taala dhulka iyo wal xayawaanaati noolayaasha ku nool ayaa la yidhaahdaa maxay bay-a wahiya iyadu waxa weeye cimaadu lxayaat nabaataadka iyo xayawaanku waa tiirka noloshu ay ku taagan tahay ama guud ahaanba bay-adu wahiya bay-adu cimaadu lxayaat waa tiirka noloshu ay ku taagan tahay wa asaasu tawaasuni waana muxuu ahaa waana saldhigga isu miisaanaanta ama isu dheelitirnaanta addabiiciyi waxay ilaahay abuuray inay isu dheelitirnaadaan ayay saldhigu yihiin nabaataadkii xayawaanaadka iyo deegaankuba wahiya iyadu waa deegaankii aljibaalu waa buuraha allatii buuraha tuthabitu dhidba ee qotomiya ee xajiya al-arda dhulka weeye deegaanka lagu sheega buuraha ka mid a alla waxa aan ka soo sheekaynay oo dhan oo guud ahaan qolka hore dhulka ah iyo waxa ku dhex jira sida yacnii badaha iyo sida bannaanka iyo sida muxuu ahaa buuraha iyo hawada iyo cadceedda iyo xayawaanaadka iyo dhirta alla waxaasoo dhan baa la yidhaahdaa bay-a marka waa dhulkan aynu ku noolee guudkiisa iyo xataa caalamka sare oo cadceeddu ka mid tahay iyo hawada ka saraysa ee ku giblan kuna gadaaman dhulka ayaa la yidhahdaa bay-a wa min sama halkaasi markaa halkaa laga soo bilaabo lawa inagaa soo sheegnay iyo waxa aan ka soo sheekaynay faynal bay-ata dhulka iyo deegaanka addabeeciyata ilaahay uumay dabeeca haddii lagu dhaahdo waa waxa ilaahay abuuray tumasilu waxay tilmaamaysaa
المواردة إلها دقالة إلها دقالة التي تاسوس خرها الله إلهي نجي إلهي أول بيريجي للإنسان بن آدم كن كفايديتان كي يحصل سوء وهر بن آدم منها إلها دقالة على مقومات حياتي وحيابها نلوشي ستيرية إتوسي نلوش كتاجن تاي نلوش كتاجن تاي وكل ما خلقه الله وحى إلهي أبوري تعالى سجى سرية على الأرض لك وكو أبوري وجد وحى الله له وحى إلهي أبوري كاملا سقط لما يسترن شيء كستاود لما يسترن يهي وبناء آدمك وحبه وغما باهنا أي كدران متكاملا ويسود لما يستره ووحى إلهي أبوري ويسود لما يستره ويسود باهي يهي وشي بشي بو باهي أكتر شيء بشيء أيو باهية أو مكرم مارمان درت هواي أباهنتها عبادة أباهنتها بيجي أباهنتها معدن ترلوك أباهنتي عمودة حيوانات يوح النور أرض منا ذد يدوي أغاري الدجاج درت أباهين أو درت كوسين أولادان بيجي حاجة كيمانيان بدها أباهين عبادة بيه أباهنتها سأوم أباهن أمرت بيها أصلا اسمها ربود وحياه اسكو وضحرا oon midna mid ka maarmin weeyaar oo aan laga sheekeyn karin ay isugu xiran yihiin oo mid walba halkiisa in lagu ilaaliyo la doonayo shay walba uu dhameystiray buu xulkiisa hore mutakaamal uu dhameystirayo shay walba ka kala uu ku xiranayo nolosha bima ay xaqiqo wuxuu dabeedna isku xirnaantaas waxay hirgelisa oo ay rumaysa atawaazuna isu dheelitirnaan iyo isu miisaanaan في المنفعة حق وحترك أي لا يهم بأي سمي سامن أو شيء أو وحتريني مجره ومل الدنيا كأمني شيء كست وحبو تريا وحو تربا وحترك يسير لقفة يسال الدنيا مركها رنا إلى علي شيء قال الله تعالى إله بايدي والأرض الأولك مددناها ونفدنا والقينا وحندوش كسرنا فيها ونقنا فيها الأولك الحديثة رواسية بورة وأثبتناها ونقل دبنا ونقلت مني فيها الأولك نقلت مني waxaanu ku qotomina yani wa asbatna fiha waxaanu ku sugnay dulka gudhiisa waxaanu ku sugnay waan batna fiha wal arda dulka madadnaaha waanu fidinna waanu kala jiidnay walqayna waxaanu walqayna waxaanu dhignay waanu dushiisa saarnay fiha dulka dhaxiisa waxaanu dhignay rawaasiya buura dhidib oo ah oo dheelitira oo qotomiyo dulka oo ciirciirkay maaratay u diida وأنبتنا وحن خصو صارنا فيها لك جذهيسة من كل شيء وح والبع موزورا يسقون ميزان وعبر ربارية أيو كم ميزان يحي شيء كستا وحي دلاجها كصوب حيا وحي حيوارة كأبورا وحي در كصوب حيا ضمان قشر ربارية وعبر ربارية بيليهن ومن أجل ذلك سيدا حد بدر عديد لا يجوز وما بنانا للإنسان الدتك أن يفسد إنه خربه الأرض كلها إنه كخربه بما شيء يخله نسخان كينية دليل كينية وحرمية وحيلينية بذلك كا التوازن يسود لترنان تا إلهي أو كأوري عالم كان إنه ضاوعه وحيله وجيست بين آدم كلهم أقرا ومثل الشيء واحتر لإلا دبر جويه oo waxtarkiisii meesha ka baxo dabana isu dheelitirantii lunto lama ogola oo wayuhulu inuu shortaago bin aadamku yuhulu shortaago xanibo duulal intifaaci waxtarkii laga faa'iideysan lahaa iyo faa'iideedii laga heli lahaa al-haqiqiyya dabta ah min khayraatiha dhulka barwaaqada iyo khayraadka ku jira ka faa'iideysigeedii inuu bin aadamku curyaamiyo oo shortaago oo midna shay faa'iido la dabar gooyo أما أو سخيه أما أو خلخل قليه لما أقرأ قال الله تعالى لهي وحيري ولا تفسدوها خربنا في الأرض لكها خربنا بعد إصلاحها أنت اللي هجاتي لهي هجاتي دبدي هيسك خربنا إيه يدوم كفايديست ولا حقيقة الرمت وحي تاي أنت طبت أهبية كما دبعانتي وحوي أن حماية البيئة إلى أنت ديقان كي يدلك ومواردها إلا إلى لي خيراتك إيو إليه تتقاله ايه نلوشو اي كسو بحضو يوال محافظة إلا إلالية عليها موارد إلا إلالية إلها دقال إلا إلالية واجب وواجب شخصي قف والبقار وواجب وشخصي متكستوا كواجب قف كستوا النولاء او لنك دوشي سكون نول إنو إلالية ديگان كيسا ومسؤولية كل إنسان واحل قف كستوا بنا آدنا سارا فهي إلالية فهي حماية داسي
وإلى علمته قضية وأرهن إنسانية بين آدم كورن خسيدة كورن وياله بالدرجة الأولى هيرك كوبات ما هالكلبات والنمبر كو إنه إلى ليهور تديجان كونوري فالإنسان هذا ما إنسانكو هو يسقو وفالإنسان وضدكو هو يسقو موضوعها بوي وأرهن كا كصاب صنبا إلى علمت الديجان كا ووح وياله وموضوع إلى علمتها ديجان كا عند الله جرح الله عند خصيصه وإنسان كلفت يسوي موضوع عن إلى أنت الديجان هو أيه أرنك يعد أرنت عليه هو أيه وإنسان كلفت يسوي عد كلامه بل هو غاية هذا بل هو إنسان كوه حبوي هيبة غايتها إلى أنت هلك وضم بيسا أي كسع طا أي استهاج سبوا بين آنك كده شوك سلسا كسع أورسا ووصلتها وضد الله مريارة إلى أنت هو إنسان كون هلك كده أمانة سانا وإنسان كون عد أي خصانا خصي سنة وبدتكم وعد كلامه في وقت واحد أنت عصر واسك وقت موضوع أي كهليسه هي موضوع على جل هليه هي أرن كلا جل هليا إذا أنت مرك لا جل هذا سوى بين آدم هل كودم بس إذا أنت كنا ما ترى وبدتك هل كلاه في مرة يانا وبدتك في وقت واحد وحصل إن واسك خصي إسلام ركليا إسلام مرقرة وإذا صح هذا صورة جل أو صحها القول إلا إذا هذا في الأزمنة السابقة وقت يدي هروح الأورنجري بضرورة الحياة بضرورة حماية الإنسان وحلق ممارمان أو لمهران إن لقى إلى ليدتك من البيئة بيئة يعني دتك إن بيئة لقى إلى ليو إن أنا بيئة لباتين وسو بيئة لباتين بدن ملء بيئة لباتين كده محاكمة طارت كحكمة طوفان ده كحكمة طبيعها كحكمة عذورها كده إشارة كحكمة مارتي وحياة بدن للجرير كحكمة بيئة لباتين بدن بناءك كله haddii dhibaatooyinka la oran jiray hal laga ilaaliyo dadka dhibaatooyinka bii'adu ay leedahay deega dugaaga kamida dugaaga dilaaga ah oo wax bii'ada ku wada nool oo noocyo badan leh oo aan la kala garan karin dhibaatoodu ay aad u badan tahay tiro kooban lahayn haday tahay cudurada iyo jeermiska ka dilaacaya ilaa wax bii'ada ka dhalanaya haday tahay muxuu aha dhulgariir ka dhacaya haday duufaanada tahay haday dabaylaha tahay haday tahay baarto muxuu waxa la yiraahdo in fatahada biyaha wabiyada oo kale waa wax wada dabiici oo dhibaato insaanka kule yaani hadii la oran jiray barigi hore waa in bay'ada laga ilaaliyo dhibaatadeeda dadka saasa barigi loo oran jiray buu oo saxbay ahay faqad tagayra wuxuu isu bedelay hadalku alaana imka ila alqawl in la ila bi darurati himayati albay'a wa in laga waxa khasaba in laga ilaaliyo deegaanka meel insaan deegaanka imka dhibaataysan oo dadkii dhibaya marka waa in dadkii laga ilaaliyaa deegaanka barigii hore ayaa dhibaatooyin lahaa fara badan oo laga yaabo imka in badan laga gaashaantay oo dadku ka badbaadeen oo tsaran dugaagii dad qaadka ahaa imka dunida uu ku yaraaday oo kale oo dadkii nabadgelyo ka heleen awl horena khatar bay ku jireen oo uu ugaarsan jiray oo aad iyo aad buu u leen jiray dabeedna in laga ilaaliyay ahayd oo hawl badan baa ka haysatay ka soo qaad cudurro badan oo dadka dabargoon jiray ayaa iyagii dabargooyay waa laga yaabaa bini'aadamku inuu ka badbaaday hadaba imaka dadkii baa dhibaya oo ugaarsanaya deegaankii oo ugaadhi leenaya oo dugaagii leenaya oo dhirtii leenaya oo dhulkii wasakhaynaya oo isagii baa khatar imaka ah insaanka laftiis doono in deegaanka la badbaadiya oo laga badbaadiya dadka laftiis maxaa deegaanka loo badbaadinayaa baa dhawayo walaakin min ajl insaani nafsi deegaanka waxa loo badbaadinayaa dadka laftiisa faa'iido qabaya oo dhulkiisa inuu ilaashado uu kulbayn ka faa'iideysto oo dhulkiisa aanu dabar goyn oo aanu xaalufin oo dhulkiisa aanu baabiin ayaa laga ilaalinayaa naftiisa wal haqiiqatu hadii hunaak hadaba halka waxa yaala salaatatu awaamila saddex arimood oo tuaddi keenta ilaa talawuthil bay'a inuu bay'a deegaanka inuu siqoobo ta kubad waxa weeye asawratu waxa weeye waa kacaanka iyo fufka iyo laba kaclaynta asinaciyatu xagga warshaduhu ay sameeyeen warshaduhu kacaan iyo kacdoon bay sameeyeen aad u xoog badan bidhaamatiha iyadoo aad u ballaaran oo aad u xoog badan ayay warshaduhu gaadheen heer aad u xoog badan oo la yaab leh wahiya haddaba sawrada ama kacdoonka ama horumarka lixaad kale allatii taasi oo wahiya iyadu waa horumarka lixaad kale xagga warshaduhu ay sameeyeen iyo korboodaynta
ay kor u kacaan alatii taaso nushaahidu aan aragno aasaaraha raadkeeda iyo wax soo saarkeeda iyo waxyeeladeedaba waynu aragnaa wanalmasuha waan taabannaa kulayoon maalin walba warshaduhu yacnihi wax soo saarka badan ay samaynayaan iyo xataa dhibaatada ay geysanayaanba wamaca haadihi thawrati kacdoonka iyo laba kaclaynta iyo korubboodka ay korubooday ee ay samaysay qarax weyn warshaduhu barasad waxaa soo baxay markaa qadiyatan laba arrimood oo markaa meesha ka soo baxay marka warshaduhu xoog u horumareen homaa labadaasi waxa weeye talawuthul bay'a in deegaankii wasakhoobo iyo wastinzaafu mawaaridiha in la dhiigmiirto u fiirso dhaqaalihii ay lahayd dhulku in la dhiigmiirto la boobo oo dadka qaar ay dhiigmiiranayaan dhaqaalihii dhulku lahaa oo warshado badan inta warshadayn la sameeyey yacni intaas oo dhaqaale ah dad kooban oo warshadalihi ay isticmaalayaan wax sanawaad boqolaal sano la isticmaali lahaa bixaytu si ayaa loo dhiigmirtay ama dhibaata uga dhacday asbaxa uu noqday atalawuthu wisakhowgu yasiri inuu gaadho ilaa jismi linsaan qofka bini aadankaa jirkiisu wisakhowga gaadhaya wa ilaa kulli cudwin xubin kastana wuu gaadhaya wa min acdaa'ihi dadka xubnihiisa ka mid a addaakhiliyati kuwa gudaha ah iyo walkhaarijiyada kuwa dusha aba maxaa keenay walitalawuthi lhawaai hawadii baa wasakhowday dabeedna jirka dushiisana hawadu way ku dhacdaa gudahana wuu neefsadaa wuu jiidaa oo urug kasta iyo sal kasta iyo khaliyo kasta oo jirka ah hawadu way tagtaa wamaai biyihii oo jirka oo dhan marayana way wasakhoobeenoo jirka gudihiisa iyo dibaddiisa kumeydhasho hadday tahay cabitaan hadday tahay oo jirka o dhan loo qaybinayo oo dhiigku qaybinayo ayay raacayaan wadacaami cuntadiiba iyadana wasakhowday oo jirka ku milmaysa oo jirka hilibka iyo lafaha iyo dhuuxa iyo dheecaanka jirkaba gaadhaysa markaa dacwantaasaa dhibaataasaa timid buu leeyahay itniin alisticmaalu waa adeegsiga alkhaadi oo ee khaladka ah ama qaldan ee si qaldan loo adeegsado libacdi lmawaad shayada qaarkood fii majaali zaraaca marka la eego dhinaca beeridda wax beeridda waxaa jira waxyaaba si qaldan loo isticmaalo oo dhibi ka dhalato bisifatin khaasa markaan si gaara uga hadalno weliba arrimaha beeraha waxaa jira waxyaabo dhibaato leh oo si qaldan loo isticmaalo waxaa ka mid kal asmidati waxyaabaha la yidhaahdo asmida waa bacriminta addabiciyati ee ilaahay abuuray oo si qaldan loo isticmaalo asmida waxa weeye waxyaabaha ee loogu talagalo in dhulka inta lagu shubo si fiican ay wax u soo saarto dhulku ee lagu nafaqeeyo ilaahda al-asmida addabiiciya waxyaabaha nafaqeynta dhulka ee ilaahay abuuray iyo walkiimiyaaiyati waxyaaba waxaa jira nafaqeynta dhulka la yidhaa oo kiimiyaaiya oo dadku ay sameeyeen ayaa iguna jira bishataa anwaacihaa qaybaheeda kala duwan waxaa nafaqeynta dhulku ee ama ilaahay kuwa abuuray ah kuwa ilaahay abuuray iska dabeeciga daadegadanaa ka mid ah oo iyadu waa shay iska dabeeciyaho inta xooluhu cunaan ay saaleeyaan lagu shubo dhulka oo lagu nafaqeyn karo iyo kuwo kaleba waxaa kaloo ka mid a dee kuwa bini aadamku ay sameeyeen ayaa ka mid a oo kimikal ah iyo walmubiidaati waxyaabaha dabargooya alxashariyati cayayaanka kuwa cayayaanka lagu buufiyo ee beeraha lagaga buufiyo oo iyagana si qaldan loo isticmaalo kuwa nafaqeynta loogu talagalay ee kimikalka ah oo si qaldan loo isticmaalo iyagana oo qof aan ama dad aan si fiican u aqoonini ay labadaba isticmaalayaan fa cinda intiqaali haadihi lmawaad maadooyinkaasi markay u gudbaan ama beeraha ha lagu nafaqeeyo ama cayayaanka ha lagu dabar gooyo markay u gudbaan ila turbati camuuda iyo walalmiyaahi biyaha aljawfiyati dhulka hoostiisa ku jira ee maaragtay dhulka gudihiisa markay gaadhaan waxyaabaha la isticmaalay halkay say u gaadhaan can dariiqi lamdaar roobabkaa qaada oo meelo badan gaadhsiiya iyo warrayi iyo warrayi marka la waraabiyo beeraha ee ay dhex qaado camuuday gelayaan wixii biyahana qaadaya oo dhulka gudihiisa gelinaya dabeedna ceelashay xataa ku dhici kartaa tatalawathu waxa wasakhooba yacni dhulkiibaa wasakhooba camuudii baa wasakhoobaysa oo biyihii baa wasakhoobaya kimiyaaiyan waxay u wasakhoobaan si kimikal ah oo wax sun abaa dabeedna gelaya camuudii wax sun abaa biyihii gelaya wa haadaa kaasi maa xasala waa waxyaabaha ka dhaca
قرب منابع مائية ميلها أي بيه كسو بتاعان أكتودة أو أما بيه هل كسو بحيان بيقول عيسى بيه نوى قاطيان نول كي قارسينيان بيها لفتودي بيدبو وسخينيان فأدى أرنتها سوحي كانتي إلى توقفها إذا يوحي تشوكسدين بولي ميله بيه نتيجة التلوثي يضع أو أي كده لتي أرنتها سوحي كانتي يضاف إلى ذلك أنت واحد لغو سيدرية التلوث والسخوغة الناتج كرشة عن المنشآت ورشدها كرشة الصناعية حرمها ورشدها حرمها ورشدها وعمليات استخراج النفط إياها شقوين إياها ولها صوصار كسليدة مثل صوصار إياها وحيا وبطن أيها الاستعمال إياها تبعنا واحد كرشة إياها وحيا بوسخ أبوريا ثلاثة قيبتها ستحادو حوي الحربور الحروب والدقالدة حيث ماشاسي أمهالك هي مركة الأضرار لباتوين الفادحة عرص وآد الحاد بضن ولبضن التي تصد الحقها أي قارسين يسوق بالبيئة ديقانك وحي قارسيسا دقالدة لباتات وين مارت مدافع ده يكيميكالك ينيوكليركا يما سيبدل اسكوفي ديا خطر بي كوكا انتا يعني ديغانك وقد بلغوا وقاري ذلك كا التأثير رات كاحن مداه هيرك أسر ريو قاري رات كاوقوحن اكتا شمحي حق الدقالة بتفجير القنبلة مركي بتفجير القنبلة الذرية مركي لقرحي قنبلة الدريه في لو قرحي هيروشيما مقالدي الأورينشري ونكازاكي لابد من مقالدي الأورينشري يكوي عليه شبار مركي لو قرحي قارما في نهاية الحرب العالمية الثانية مركي ودماني دجالك وينه الدنيا ده اللباد هي اللباد ما قالوا ولا بد ما قالوا شبان كلها لو قرحي إنه يكلي أركي خطرت أها تبعنا هالكي يقول حميد بوجاري والسخاو كذا شيء هوب كأيوه الرصاص تلرتي ديو إيه مارتي خسارة هيدا ليه وهو يسوى أمر هو أرنكا الذي أرنكا صو كان أوسق نادي نيوكلير كالرتي دي له هو حيسق أوسق نادي أسوأ الأثر راد كي وقف ماء الدنيا الصامرة سوى جرأة إيه في الإنسان يدك وفي البيئة يديجان كبا التي ديجان ك يحيى وكنول يحيى دوك وكنول يحيى تدك فيها ديجان ك دتك يديجان كبا وحسوى جري رات كي يدبتي وحمي سنتي وحمي نوال وردي ونختم وحن كسو قبق قبيننا هذا الكلام هذا كان انكسو شاكيني بسؤال سؤال بانكسو حرينا مهم من آدم مهيمة وابحي سؤال شاسي كيف سيدابي يمكن سور تقلوتهاي الحد إلا حكمي الله يريه من تلوث البيئة وسخوغ ديغانك دون أن تتوقف يدور استاقن عجلة النموي تايركا صعونايا ايه هرومركا الاقتصادية اقاله تايركي سوريقيا ايه هرؤو صعونايا سوور استاقين اوان دقاله اللي يرين سيدي اودع كرتا او وحصوصار كسيدي سيهي او ورشدوه شقين ايان انها دينا ديگان قل الاليو سؤاشا سو مهيمة ايان كمو جوابين ايا اوبا همبوري ان لغا جوابو ايه اللي سوق باتسين كلا لبدا بتصرف من مجلة الامن وحن كسوق نبي الموضوع عن مجدرة لما جلدة نبت قليدة أما شريت لما نبت قليدة وحن أنا جو كبدل وحن قدر التصرف استيعاب وإن يعني لقابه أو لفهمه أو لروحه معنيه هذا الكلام كسوق شيكين كقرنا تدريب واحد ضع واحد اكتاع علامة صواب كقر أو علامة خطأ كقر ثم صحح الخطأ أذو مرك خلطك صح سؤالها اللي جويديو حس حنا صح كقر وحى قلدنا قلد كقر وحى هذا قلدنا اتقلد كقر تي أذو صح الصواب هي الصواب كان حقك وضقر واحد تمدنا وحينا سيسا الشمس عبادة بالطاقة التمر تمر أين كل شقينه وهذا دير ما تير تمر ما تيرته نلاش نبى بس يروي بسبب هذاني له العداد يوضي يا افتين يا إليس تازوا صح الماء بيها يا والحرارة إيو بيها إيو كريلكو إيه هي الكلكو يعني أما كريلكو أساس توازن الطبيعي وحيسلقويهين اسمي سانانتا يسود إلترنانتا وحا إلهي أبوري
ayay u yihiin labadaas saldhig u yihiin wa usallik ee labadaas yahsul insaanu dadku wuxuu ka helaa min albay'ati bay'ada ala muqawimati hayati waxyaabaha tiiriya ee qotmiyo toosiya ee salka u dhiga noloshiisa wuxuu ka helaa bay'ada wuxuu urayo wuxuu cabiyo wuxuu xidhiyo meel u degaba iyo wuxuu isku daweeyo waxa soo dhanba wuxuu ka helaa bay'ada waa run tajib waxa waajiba ximaayatu insaan dadka in laga ilaaliyo min albay'a ee taawaynu ka gudbino waxa maraysa maanta tajib ximaayatu albay'ati min alinsaan ayay ma maraysa xayna soo marna waa ka ee wala qaldiya taa waxa la qoraya tajib ximaayatu albay'ati min alinsaan waxa saxda asaasad qoraysa khamsa tatalawathu way wasiqowda aturbatu amudu bil mubidati al hasariyati waxyaabaha cayayaanka dabar gooya ee sunta ay lagu buufiyo ama lagu isticmaalo ee ku wasiqowda waa run roobabka qaada biyaha qaada dabana amuud ay gashaa dhib bay keenta hadaba tadrib tani layliska labaad ikhtar waxa doorataa al jawaab saxiixa jawaabta saxda ah dooro bi wad'i da'iratin waxaad ku dooranaysaa inaad goobo geliso hawl al harf al munasib xarafka ku haboon jawaabta al fikratu ar-ra'isa waahid al fikratu ar-ra'isa fikrada ama talada ugu muhiimsan ee ku jirta fil fikrati al-ula tudaca ugu horeeya ee ahaa hadalkeenu soo maray al-himayatu min at-talawuth hiya waxa weey fikradaasi alif al-ihtimamu bil-bay'a in lagu dadaalo deegaanka ayuu ka hadlay tudaca koobaad ba wuxuu ka hadlayay salaamatu al-hayati al-bashariya nabadgelyada nolosha bini'aadamka jim wuxuu ka hadlayay dhuhuru al-mushkilati dhibaatooyin soo ifbaxay oo adduunyada lagu arkay waxaanu qaadanaynaa alifka al-ihtimamu maxay bil-bay'a buu ka hadlayay itniin al-fikra ar-ra'isa talada ugu muhiimsan ama ugu weyn fil fikrati taaliya cafwan fil fikrati thaaniya tuduca labaad hiya waxa weeye alif al-ardu allatii naxya calayha waxay ka warramaysay dhulkan aynu ku dul noolnahay ba waxay ka warramaysay almawaaridu ilaha dhaqaale allatii taasoo sakharaha allaahu ilaahay u dhib yareeyey oo u abuuray lilbashari dadka jim waxay ka hadlaysa mayane asaasu tawaasuni tabiici saldhigga waxaa saldhig u ah isu dheelitirka wixii ilaahay abuuray iyo isu miisaanaanta waxaanu qaadanaynaa al-ardu allatii naxyaa calayha ayuu ka hadlayayo waxaan kale oo dhammi way isu hoosgelayaan kolkaa ee talaata alfikratu ar-ra'isa fikradda ugu muhiimsan ee ku jirta fil fikrati thaalithati tuduca saddexaad tataxadatu waxay ka warramaysay alif can alinsaani waatalawuth waxay ka hadlaysay dadka iyo wasiqowga waxay ka hadlaysay ba ximaayatu linsaan dadka in la ilaaliyo jim waxay ka hadlaysay ximaayatu lbay'a inla deegaankiiyo dhulka lagu nool yahay la badbaadiyo jiimkaa markaa la calaamadanaya ximaayatu lbay'a bay ka hadlaysa arbaca alfikratu ar-ra'isa fikradda ugu muhiimsan ama talada ugu muhiimsan ee ku jirta fil fikrati araabica tuduca afraad hiya waxa weeye anna thawrata waxaa tidhaahdaa kacdoonka iyo korubboodka asinaaciya xagga warshadaha waxay ka hadlaysaa arrintaasi alif istanzafat mawaarid almiyah waxay dhiigmiiratay warshaduhu waxay dhiigmiirteen ilihii laga heliyay biyaha ba lawathat waxay wasikhaysay jisma alinsaan jirka bini'aadamka wasikhaysay jim addat waxay keentay ilaa talawuth albay'a in bay'adii oo dhamme ay wasikhowdo insaanku bay'adu ka mid yahay markaa oo ku nool yuhu ku jiraa isaguna ilan waa noolaha eh markaa taa jiimkaa la calaamadinaya wasikhow deegaankii o dhan bay keeneen warshaduhu alkhamsa alfikratu alra'isatu khamsa alfikratu ar-ra'isa fikradda ugu muhiimsan fil fikratayn alakhiiratayn labada fikre ee ugu dambeeya labada fikre ugu dambeeya waxay ka bilaabmayaan alisticmaalu khaadi libacdi almawaad halkaa nambarka labaad waxay iyaguna ka hadlayaan ana alinsaana cafwan ana almas-uul alawal qofka xilku saaran yahay ee koobaad ka koobaad wal akhiira uguna dambeeya can talawuth albay'a ee ka mas-uul ayna bay'adu wasiqowdo ka koobaad iyo halkay ku dhammaatay halka ka bilaabantaaba huwa waxa weeyaan kaasi waaxid alinsaan waa bini aadamka ba alxuruub waa dagaalada jim almawaadu alkiimiyaiyatu ma waxa weeye waa sheeyada waxyaabaha kimikalka ah kee baynu qaadanaynaa marka alinsaan alla waxaan yaa adeegsa dagaalada yaa dhaliya insaankaa dhaliya yaa adeegsada oo sameeya waxa kimikalka ah waxaa sameeya bini aadamka tadriib taalid layliska saddexaad ajibka jawaab
باختصار سي كوبان ما المقصود محل لوغه جيدا بكلمه هي اريغا ايدا اي هلكا كو جيرا في عباره هي الهواء الذي تتنفسه هذا اها هي ايدو وحا وي الهواء وهودا الذي تتنفسه هي دا محل لوغه جيدي هي داس وحايد البيئه وديغانك اهي اثنين على اي شيء يحصل الانسان تدكم حقوق كهرا من المواد شيدا التي سخرها الله له وحيابها الى هي اسخري بنا ادم كو حقوق كهرا وامحي بنا ادم كو حقوق كهرا وحقوق كهرا وحيابها من مقومات حياته نلشي ستيريا اتوسيا سلكه ادغا وحو كوليه بو كهرا عنتو اي عبيد اي خرشيه ميل غلا اي وخ لميدبا اي دو اي وحو استعمالو دن اي وحو اسكو دفاعبا اثنين ثلاثه ما المقصود محل لوغه جيدا بكلمه الرواسيا محل لوغه جيدا والجبال او بورها في قوله تعالى والقينا فيها رواسيا وحن دخليدا دغني بورو اربعه العوامل ما العوامل الثلاثه وما هي اشياء يف فلياشه الثلاثه تصدح التي فلياشه او تؤدي كيرا الى تلوث البيئه انو ديغانكو وسخوبو كو وها كميدا الثوره الصناعيه ورشدها iyo horumarkay sameeyeen ba kamida waxa kamida isticmaal khaati li baad mawad si qaldan oo loo isticmaalay sheyada qaar kood marka wax la beerayo oo kamida waxyaabaha dhulka nafaqeeya iyo waxyaabaha lagu dagaalamo cayayaanka waxyeeleeya beeraha ee kimikalka ah oo si qaldan loo isticmaalo waxa kamida al xuruub dagaalada saddexda qodob ay ahaayeen hal yumkin masuurta gali karta masuurobaya al hadd in la xakameeyo oo la yareeyo min talawth albay'a ee muxuu aha deegaanka wasakhowgiisa ma la yareyn kara wakeefa say u suurobi kartaa ee waa la yareyn kara oo maaritay waa la xakamayn kara haddii dadku iska xisaaraan mufradaat imkana waa erayo tadriib waahid leeliska koobaad imla abuuxi alfaraaqa meesha banaan bil kelimati ku buuxi arayga almunaasibati ku haboon halkaad ka soo qaadaysa min sanduuq sanduuqa sanduuq waa lixda kelmadood ee xagga akhtarka ku qoran ناكل وحل عنا الله ما بات سوقها سمركا الطريق هي اللي عصب تثبت وحي أتكيارا ندبو النقدان الأرض دولك وحد سوقها لسا تثبت الجبال وحي أتكيارا ندبو النقدان بوره الأرض دولك نحيا وحن كل نول نهاي على با كوقرا الأرض بات سوقها لسا على دولك قود كيسان كل نول نهاي نتنفس وحن كل نفسنا النقية نظيفة الهواء بات سوقها لسا الهواء هو ذا النقية نظيفة تمدنا وحينا سيسا بالطاقة التمر وحد سوقها سمركا تمدنا وحينا سيسا الشمس عضيضو بالطاقة التمر تدريب تاني ليل اسك اللباد سيل اسكو حريري بين الكلمتين لبادة ارى اسكو جي اللتين لبادة تاتياني معا لبادة وضا صعودة اسكو جي شائع بحالكا كقرن ومدفافي وحمركا الارنية شائع الاستخدام halka wada meesad qaadanaysa ta u horeysa ee ta u dambeysa la soo xiraya shaayicul istikhdam adeegsigiisu waa mid aad u faafay muqawimaat baa halka ku qoran muqawimaatul hayaat baa marka loo geynaya waxyaabaha nolosha tiiriya ee kaaba ama salka u dhiga asawra baa halka ku qoran waa kacaan iyo kacdoon xoogan oo dhacay waxaa lagu daraya asnaa asawra asnaaciya waa kacdoon ki xaq warshada wa halka la qoray waajib halka qoran ilaalinta deegaanka waajib shakhsi waa waajib qof walba gaar u saaran atawaazun halka ku qoran waa isu dheelitir waxa loo yaqaan atawaazun dabiici waa isu dheelitirnaanta waxyaabaha ilaahay abuurey qadiyaba halka ku qoran waa arin insaaniyad tuma lagu daraya arin bini'aadamka u yeel way ilaalinta deegaanka ximaayo waa badbaadin waxa lagu daraya marka maxay ximaayatul bay'a in deegaanka la badbaadiyo oo laga badbaadiyo halista bini'aadamku ku hayo البيئة بهالكا كقرن البيئة البيئة إيه هالكا كقرن الطبيعية بمكان لوجينيا يعني ورلك إلهي أمي البيئة الطبيعية رلك إلهي أبوري تدريب ثالث لا يلسك صدحات ابحث واحد بعضا عن الكلمات الرياضة التالية الصوص عضا عن معجم العربيين ربحية يقاموس عربيات كبار ثم سجل معانيها معنى يوجي ذقر استخراج أرجع الله صوبحتان بار أو معنيه صقر وحكم الاستعمال أديكسي شيء لا أديكسدو بار أو معنيه صبار أو دبنا قر وحكم الموارد
waxa kamida ilaha dhaqaale intaad baad macnaheysa qor wuxuu ku sheego al ihtimaam waa ku dadaal waxa uu ilaahdo qor qaamuusku al istixdaam waa adeegsi hadana sheega la adeegsado marka iyadana baad oo wuxuu ku ilaahdo qor al istinzaaf waa dhigmiirasho marka isaguna waxaad qortaa macnihiisa al wahdatu sadisata ashara waxa weeye waa chapterka 16aad ad daaqatu tamartu ka hadlaya faaturatu kaharaba waxa weeye biilkii waxaanu ka hadlaynaa uu soo faaturatu kaharaba waxa laga hadaa biilka lagu soo dalcay leerka marka ay lagu soo qoro alaabu aabi wuxuu yahay umma ahmed gabadhiisu la hadlay ahmed hooyadii tadaacafad way laba laabantay way intaas oo goorbay korodhay faaturatu kaharaba biilkii yani leerku hada shahr bishan maxaa dhacay alumu hooyadu waxay tiri la cajaba la yaab male fi dalika arinta waxba hal la yaabay inuu leerku farabato faqad asbaxna waxaynu noqonay nastahliku waxaynu aada u isticmaalnaa oo aynu aada ugu yacni istihlaaqa waxa aada baabiiso aada kharash garayso waxaanu kharash garaynaa alkahrabaa layrka aada baynu kharash garaynaa kahiiran in fara badan waxaynu ku kharash garaynaa filidaati xagga sidida laambadaha aqalka lagu iftiiminayo walxaasuub kombyuutarkana waa lagu isticmaalaa walmidyaac raadiyoguna waa lagu dhegaystaa walkhalaad galaaska waxa lagu ridqa ee sharaabka lagu ridqana waynu ku isticmaalaa walfurnal kaharabaa'i moofada raashinka lagu kariyo baharkan la yidhaahdo muxuu ahaa cunto lagu kariyo kaana waynu ku isticmaalaa cunto lagu kariya walkhasaala khasaaladana waynu gelinaa dharka lagu maydho walmikinasa alkaharabaa'iyati waxaa jira mafiiq oo kale ama wax lamid oo inta dabka la geliyo wax lagu xaadho sida huufarka waxaan la yidhahdo oo kale waxay wax lagu xaadho dhan huufarka nimka masaajid lagu xaadho waxa la dhaha mikinasa alkaharabaa'iya kaana waa la geliya waxbaynu ku xaadhnaa gurigaa lagu xaadhaa roogaga iyo waxay lamidka wakayri dalik waxyaabahaasoo dhan ayaa loo isticmaalaabay tii alaabu aabi wuxuu yidhi ulaaxidu waxaan anigu arkayaa haddaba anal awlaad waxaasoo dhan waxaa ka daran anal awlaad caruurtu yatrukuuna waxay ka tagaan alajhizata alkaharabaa'iya adeegan iyo qalabkan leyrka ku shaqaynaya oo dhan hadday kaawiyo tahay hadday tahay haddii aleedma leyrka hadday tahay hadday waxaan ay tahay furnadan bahalkan lagu karanayo cuntada hadday tahay waxaan oo dhan ayay ka tagaan tacmal iyagoo shaqaynaya duulal iyo maalinta oo dhan maba xidhaanba kaawiyada dab gelinayaan iyadoo shan bay ka tegayaan kii cuntaday kaga tegayaan kuwalbuy kaga tegayaan leyrkoo shan bay ka tegayaan taasaa ka xun waxaan oo dhan mooyagaa baktiyaba wakadalika alidaa'atu buu yihi xataa laambadahana ma baktiyaan wahaada tabdiir kaasina waa khasaarin dhaqaale ayuu ku yidhi dabeedna alunguhayd waxay tihi takallamnaa waan la hadalnay macala awlaada caruurta waan kala hadalnay kahiiran in fara badan arrintan aad sheegayso baktiya baanu nidhi oo ilaaliya baanu nidhi waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi in badan baanu u sheegnay naxnu annagu waqulnaa lahum waxaynu ku nidhi oo aanu u sheegnay oo kale naxnu inagu waan nidhi nastahliku waynu kharash garaynaa alkahrabaa layr badan baan kharash garaynaa kahiiran in fara badan jiddan aada u badan baan ku idhi oo waan u sheegay bay tidhi wahaadaa yu'afir arrintaasi waxay dhaqaal raad ku reebaysaa dhaqaalaha badan ee leyrka ku baxaya fii miisaaniyati albeyt dhaqaalaha guriga oo kharashkii baa dallacmaya oo kharashba maayn ugu dallacmaya waxyaabo kalen waxsan lahayn ayaa leyr ku baxaya caruurta waan u sheegay bay tidhi walaakin laa mustajiib mid aqbalayaa kuma jira caruurta limaa naquul waxaanu leenahay waxaa ma dhegaysanayaan maxaanu ku samaynaa haddaba alaabu aabi wuxuu yihi ladaya fikratun anigu haddaba talan hayaa waa miskiladda gurigaanu kaga wada cabanoo dhan waxaan hayaa talo maaragtay arrintan lagaga bixi karo naquul waxaan ku odhanaynaa lil awlaadi caruurta idan khafada hadduu hoos u dhaco istihlaaku lkahraba isticmaalka layrku oo kharashya laynagu soo qoro fasoofa nucdi waxaan siin doonaa kula waaxidin mid wada ka mida dadkan yaryar ee caruurta ah mukaafa abaalmarin baa maxayna iyada leh waxaan leeyahay idinkaa khasaariya layrkee bisha hadduu hoos u dhaco qof kasta abaalmarin buu leeyahy aabihii baa yidhi si ay nooga baktiyaan oo waxaa ugu tartamaan aynu siin doono alum hooyadu waxay tidhi hayaa inakeen nujarib alaantijaabino haada lasluuba habkan aada sheegaysana kadaayo umayna afku bayna xoogay sheegayne bal in ay tani wax tartana aan kaale aan u sheegnay yararkiin fi shahri taali bisha soo socota bal leerku yaraado haddayna waxbaa laydin siinayaa haddaad leerka ilaalisaan alaabaa wuxuu yihi maashaa allah markii bishii labaad fi shahri taali bishii labaad ayuu yidhi maashaa allah fi shahri taali bishii bashaa ku xigtay yararka markii waxbaa laydin siinayaa alaabaa wuxuu yihi maashaa allah ilaahay arrin uu doonay baa meesha ka dhacday in khafadad hoos ba u dhacday faaturatu lkahrabaa biilkii layrka lenagu soo dalacay sanadka bishan wuu yaryahay kahiiran aada buu yaryahay hada shahra bishan actaqidu waxaan aaminsanahay buu markaa yidhi an asluubana habkii aanu isticmaalay aynu caruurta u sheegnayn waxbaanu idin siinaynaa najax aynu guulaystay oo yararkii layrkii
ay nagu shideeyeen intaanka ay naga toojiyeen alumhooyadu waxay tiri wa ila mukafaatu alawlad hadaw way abaalmarinta aad sheegaysay meeday ma sididi alab wuxuu leeyahay saaxduraha waan keenin doona macay ana soo qaadi doona insha Allah hadii Allah ilaahay wallahu aalamu bisawab wa billahi tawfiq.